هو نعم يقول الشماغة والعمامة. أولا ينبغي أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يلبسون العمائم، لا نعم شك أن هذا من السنة الثابتة ولا خلاف فيها. ولكن كما يقول أهل العلم رحمهم الله إن السنة في اللباس أن يوافق الإنسان عادة أهل بلده، البلد الذي يعيش فيه، نعم السنة أن يوافقهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأقام دولة الإسلام لم يغير لباسه الذي كان يلبسه كفار قريش في شتى أنحاء الجزيرة العربية، بل كان يلبس العمام التي يلبسه الكفار، ويلبس الثوب والقميص أيه. والإزار يعني والرداء، أيه. ويلبس القلنسوة التي كانت معروفة عند العرب، فكان يلبس اللباس المعتاد في بلده. نعم فهذا هو السنة في اللباس. نحن في بلدنا اليوم الناس كلهم اعتادوا على، خاصة في السعودية، على دول الخليج جملة، على لبس الغترة والشماغ. فأرى أنه يعني الأفضل أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس ولا يشد عنه. لكن لو لبس عمامة أو لبس بنطالا واللباس الحديث فلا حرج في ذلك، كل هذا جائز. ونحن لا نتقرب إلى الله بلبس الشماغ حتى تقول إنه بدعة. يعني متى يكون الشيء بدعة؟ الآن يعني لو جاءك شخص وقال لك يا أخي استعمال هذا القلم هذا بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جديد فعلا شيء مبتدع. وأيضا الثوب هذا تلبسه بدعة لأنه لم يكن معروفا، ركوب السيارة أو الطائرة هذا بدعة، الاستعمال الصرافات الآلية وغيرها هذه بدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هي بدعة من حيث اللغة، نعم شيء جديد مبتدع حادث، لكنها ليست بدعة شرعية. البدعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل بدعة ضلالة، المقصود بها أن تبتدع تحدث عبادة في الدين لم يأذن بها الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. أظن فإذا يعني واضحة. القول بأن هذه بدعة وسنة. طيب أخذ سعد من الرياض وأعود لك لأخذ تعليقك. معي سعد من الرياض، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير أخي مصطفى هذا البرنامج. الله يسلمك ويخليك. والله المشايخ الفضلاء هم أصحاب الفضل يا شيخ. الله يخليك ويخليهم إن شاء الله وجعلهم دخل للإسلام المسلمين. الله السؤال الأول طال عمرك. تفضل. كيف تكون قلوب المسلمين صافية من غير حسد ولا غل في هذا الشهر الخير وشهر الفتوحات وشهر رمضان؟ نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. ما المقصود في هذه الآية؟ نعم. وأتمنى من الشيخ إن شاء الله يدعينا في هذا اليوم الفضيل. غفر الله لك ومن يستمعين. الله يجزاك خير. شكرا يا أخوي سعد، شكرا. يسمع مثلا تعليق على كلام الشيخ أولا، يعني أنت والحين في السعودية كل الخليج يلبس عمامة، ليش ما تلبس؟ لا ليش تلبس وأنت عمامة؟ الشيخ عبد العزيز كلامه جميل، لكن المأخذ الوحيد عليه أنه قال الأفضل، لأنه هذا لا يعد الأفضل، يعني ما في أفضلية. الأفضل أنه بيقول الشيخ عبد العزيز أنه الأفضل أن يلبس الإنسان الشماغ، لا، ليس الأفضل أن يلبس الإنسان الشماغ ولا الأفضل أن يلبس الإنسان العمامة. العمامة أمر يعني تفضل الشيخ وقال إنها سنة، لا بس هو برر الأفضلية بأنه لا لا لا. لبس الناس يعني. هذه الإجابة عليها بسيطة جدا. السنة العملية مقدمة على أي شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم عملا قام بلبس العمامة، فالسنة العملية مقدمة، ولذلك الإنسان يأخذها من هذه السنة. أصول، مسألة أصولية، هل العمل مقدم على القول أو لا؟ فعملا النبي صلى الله عليه وسلم تعمم وعمم أصحابه. نأتي إلى مسألة الشماغ، ليس فيها أي خلاف طالما أن أهل البلد يرتضونها، لكن لنعلم جميعا أن أهل هذا البلد، لما قال الشيخ عبد العزيز أهل البلد يقصد فيها يمكن الرياض والمنطقة الوسطى، لا يقصد فيها عندنا مكة وجدة والمدينة، حتى أهل الخليج 90%، حتى أهل مكة 90% منهم ما يلبسون العمامة. هذا هو الذي يعني الآن، لكن الذي نريده والذي كان في الزمن الماضي كان لبس العمامة. وبشرك يعني مكة بعمائمها كان فيها أكثر من 30 شكل من أشكال العمامة. الآن دخلت الأمور الجديدة وحولت البنطلون والشماغ لا حولت الناس من العمائم. وأنا أطالب تماما أصحابنا وأهلنا وطلاب العلم أن يفعلوا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة العملية مقدمة على شيء آخر. ثم مسألة يعني أنا عجبني الأخ عبد العزيز، لطيف هذه المسألة، لعلها يعني أخرجتنا من الأهم من هذا كله أن نلتقي، وهذه يمكن هي التي تحسب. طيب السؤال الثاني السيد والشيخ مهم، احنا ما نتجاهل مثل الشهادة لانه احنا تناقشنا في المسألة هذه مع والله ما اعرف يعني ايش الفرق بين السيد والشيخ. نحن عندنا في الحجاز وفي مكة وفي المدينة وفي هذه الأطراف نستخدم السيد للمنسوب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستخدم الشريف للمنسوب إلى آل بيت صلى الله عليه وسلم. ولما استخدمنا هذا الأمر، ولذلك اشتهر فلان بالسيد، حتى أنا مثلا أتنازع عن لقب الدكتور إلى لقب السيد، لأنه هذا هو الذي أفرح به أكثر من أي شيء آخر. لكن المهم في هذا الأمر هو أن أجدادنا وأسلافنا الذين ربونا على هذا الأمر قالوا أن هذه المسألة لم تكن اختيارية،
ما حد اختار أبوه ولا حد اختار أمه، والحسنة في ذاتها حسنة، ومن المنسوب والمحسوب ومن المعرف ومن العالم أحسن، وكذلك السيئة في ذاتها سيئة ومن غيره أسوأ. فالمسألة ليست هي باصطفاء، يعني أنا ما اخترت، ولكن هذا أمر مشهور. طيب. السيد يقال له سيد لأنه مشهور لديك، لكن لديهم غير. الآن الحمد لله شهرته في أوربت. شهر أنا أسمحني طيب أنا ما فيها ما فيها خلاف أبدا المسألة يعني. طيب. الشيخ هو المنسوب للعلم، الحمد لله الآن اختلطت المسائل، صار الشيخ هو العالم وصاحب المال، يقال له شيخ حتى ولد صغير ما يعني ما بلغ ولا وصل إلى الحلم يقال له شيخ لا لأنه عنده مال. الشيخ إذا قيل فهو الشيخ يعني. يعني أنا قلت لك تفضل. تفضل. ترى الإعلاميين يحبون التشويش والمشاجرات. ما يشوف مشاجرة هذا سؤال. شيخ عبد العزيز بيني وبينك ما يستطيع. لا لا احنا الجمهور وليس الاعلامي. انا احب ان اقعد قاعده مهمه في المسالتين كما قلت، من ناحيه من العمامه ثابته باجماع العلماء لا خلاف فيها. نعم. وفي في انه كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس اصحابه، لكن كما قلت لك ان الذي يتامل سياخذ فاصل حتى اعطيك فرصه اكبر. طيب كما تحب. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمواصله حديثنا، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لا يزال حديثنا عن يوم الفرقان غزوة بدر، لكن سائل العمامة خرجنا عنها قليلا والشيخ كنا قاطعناك وأسفين. نعم أنا أقول يعني أحب أن تفهم هذه أن السنة في اللباس أن يلبس الإنسان لباس أهل بلده ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، كان يكون لباسا عاريا أو فيه صليب أو صور ذوات الأرواح أو غيرها، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يحث على مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين والمجوس في أحاديث كثيرة، وهذا أصل اتفق عليه بالشريعة، مع ذلك لم يغير اللباس الذي اعتاده القوم، كان يلبس العمامة كما يلبسون والقميص إلى آخره. أيضا أنا أقول لإخوان الذين يعيشون في بلاد الغرب، نعم. تجد واحد يعيش في أمريكا أو في أوروبا ويأتي يلبس الثوب والعمامة وقد يكون فعلا مسار يعني مش لبست كفار. نظر يعني يثير نظر أولئك القوم وقد يسبب له إشكالات كثيرة. أقول يا أخي أنت تريد الأجر البس كما يلبسون، حتى العباية لباسا ساترا، حتى العباية وتغطية الوجه وكذا. لا أترك المرأة يا أخي، ما أتكلم عن المرأة، المرأة يجب أن تستتر، هذا أحد العجائب واجب عليها. أيه. أنا أقصد في الرجل لأنه يعني يلبس البدلة كما يلبسه لا حرج عليك. نعم لو كان عالما مميزا والناس يعرفونه فربما لا يستنكر، كما أن القصص عندهم يلبسون لباسا خاصا لا يلبس عامة الناس فلا يستنكرون لو كان عالما، وإن كان هذا أحيانا قد يكون فيه إشكال كأنك تشبهت بقصصهم. طيب. يبقى إشكال، لاحظ معي لو تكرمت. إذا كان مثلا أهل بلد كما أشار الشيخ أن ربما أهل مكة يعني كثير منهم يلبسون العمامة لا إشكال إذا وافقوا السنة. أيه. يبقى في مسألة السيد، أولا ينبغي أن نعلم أن إطلاق السيد على الرجل الفاضل والعالم الجليل جائز ولا حرج فيه. طيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ، شوف هذه قصته نتكلم عنه رضي الله عنه والحديث عنه لا يمل. طيب. لما جاء إليهم في غزوة بني قريظة قوموا إلى سيدكم، سماه سيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما خشي أن يغلو فيه قال لا تقولوا السيد فإنما السيد الله، إذا خشي فيه الغلو وأن يعطى أكبر ما يستحق حتى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يسمى سيدا، فما بالك بغيره. إذن أصل السيد يجوز أن يسميك السيد مصطفى الأنصاري لا حرج، ولكن أو السيد فلان لا إشكال، تقال ليست خاصة بآل البيت ولا يعني طائفة معينة من الناس، إنما هي لكل أحد، لكن تكون بقدر لا يكون فيها غلو بحيث يعطى والله شيئا من خصائص الألوهية كأن له يعني قدسية أو كأنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو كأنه والله يعني في مرتبة هي توصل الناس إلى الله يعني لا طريق لهم إلا عن لا يعني. طيب نأخذ حسام من جدة ونعطيك فرصة أرجو أنكم لا لغزوة بدر. لا لأن كنت بدي أسأل الشيخ عبد العزيز عن مسألة اللي طيب نسمح حسام من جدة. نسمع حسام. طيب. حسام من جدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي حسام. أبد. تفضل بخير وعافية. ممكن أسأل؟ أسأل بسرعة بس. طيب هل قولة أنت بأبي وأمي يا رسول الله غلو؟ وهل سيدنا أبو دجانة عندما قام بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم بجسمه والسهام في ظهري وكان على وصف الصحابة ظهري كالقنفض رضي الله عنه، وأيضا التابعي ابنه أو ما يحضرني اسمه عندما أخذ تفاح من سيدنا أنس بن مالك وقال تفاحة من يد مست يد رسول الله، هل هذا غلو؟ طيب يسمعك الشيخ، معنا لنا أيضا من الرياض، لنا تفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت أعيدكم بشهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيب. الله يسلمك. الله يسلمك. وحبيت أعيد السيد عبد الله فداك، كل عام وأنت بخير يا سيد. تسلم، كل عام وأنت بخير، أكرمك الله. بس حبيت الشيخ عبد العزيز. عيد الشيخ عبد العزيز، ترى أنا ما أعرف بدني يبلغنا هذا عام. أنا ما أعرفك يا أخت لينا، الشيخ عبد العزيز لا يقول دحين ما عيد. لا لكم من وراء. غفر الله له. نعم. موصية على أنها تعيد عليك وما تعيد على الشيخ. أنا أعيد على الشيخ عبد العزيز. أنا أقول هم القوم لا يشقى بهم جليس. بارك الله.